اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا ولايف جديد من اعمال تبطين وتأهيل الترع بمحافظة المنيا. طبعا مشروع تبطين وتأهيل الترع من المشروعات الهامة التي تقوم بها الدولة من اجل الحفاظ على المياه وكذلك وصول مياه الري لكل المزارعين خاصة لنهايات الترع اللي كانت هناك شكاوى كتير من المزارعين على عدم وصول المياه الى نهايات الترع وكان في مشاكل في الري. لكن الان ومع اعمال التبطين وتأهيل الترع اللي بتجري على قدم وساق في محافظة المنيا يعني هناك حالة من الارتياح بين المزارعين وحالة من السعادة بعد وصول مياه الري الى نهايات الترع التي لم تكن تصل اليها مياه الري خلال اعمال الزراعة. طبعا اعمال التبطين تجري في كل شبر في محافظة المنيا من الشرق الى الغرب من الشمال الى الجنوب من مركز لمركز من العدوى شمالا الى بني مزار الى دير مواس جنوبا. الجميع يعمل اعمال التبطين تجدها في كل مكان، اعمال تجهيز الترع تجدها في كل مكان، مفيش مكان في محافظة المنيا الا وتلاقي فيه اعمال الشغل وتأهيل الترع وتبطينها استعدادا لتبطينها. هناك اجزاء تم الانتهاء منها من الترع وهناك ترع تم الانتهاء منها بالفعل، واحنا كمان وقفنا في لايفات سابقة على عدد من الترع التي تم الانتهاء منها، واحنا النهاردة هنواصل مع حضراتكم برضو تعريفكم بعدد من الترع التي تم الانتهاء منها نهائيا والترع التي تم الانتهاء منها جزئيا. خلينا نشاهد مع بعضينا الترع بعد ان تم تأهيلها وتبطينها، وخلينا نشوف مع بعض المية وهي بتجري بمنتهى السلاسة في الترع التي تم الانتهاء من تبطينها. احنا النهاردة بنقف على واحدة من الترع وهي فرع كوم الزهير التابع للإدارة الهندسية لمركز أبو قرقاس. طبعا جزء من الترع اللي تم الانتهاء منه واحنا شايفين واحنا رصدنا معاكم في اللايف بداية التبطين، في جزء آخر لم يتم الانتهاء منه زي ما حضراتكم شايفين ان اعمال ان المية وهي بتجري في الترع المبطنة بتجري بكل سهولة وبكل سلاسة ويسر. في ترع تم الانتهاء منها زي ما قلت لحضراتكم وفي ترع لم يتم الانتهاء منها حتى الان، كمان في ترع لسه يعني في المرحلة الثانية. احنا بنشتغل في المرحلة الاولى 104 ترع في محافظة المنيا بيتم العمل فيهم من اعمال تأهيل وتبطين. طبعا زي ما قلنا في السابق والليفات السابقة ان اعمال التأهيل والتبطين بتبدأ مع في اولا في تجهيز الترع لاعمال التأهيل والتبطين وبعدها زي ما قلنا لحضراتكم ان اعمال التأهيل والتبطين بتبدأ بتجهيز الترع وللاعمال، بعدها بيتم تشوين الاحجار، بعدها بيتم اعمال الصبة والمحارة وتجهيز الترع لتخرج بالشكل الذي هو امامنا الان. يعني حضراتكم شايفين معايا المية وهي بتجري في الترع المبطنة بعد الانتهاء منها. المية دي بتوصل بالفعل لنهايات الترع لنهايات المزارع اللي ما كانتش بالفعل بتوصل لها مية، المية دي بتوصل لنهايات الترع والمزارع اللي كان بالفعل هناك شكاوى عديدة من المزارعين عشان فكرة ان المية ما بتوصلش، لا دلوقتي المية بتوصل بكل سهولة ويسر. وزي ما حضراتكم شايفين الشكل الجمالي للترعة اللي خلى يعني قضى على الزواحف الضارة وعلى الحشرات الضارة، وكمان ده في صالح المزارع اللي برضو هو دلوقتي اصبح في امان لان كانت الترع في البداية كان حولها من الحشائش الكثير فكان بيقطن في الحشرات الضارة والزواحف الضارة. لكن الان الشكل الجمالي الذي تشاهدونه معي للترعة بعد اعمال التبطين مرور المياه في تلك الترعة بكل سهولة وكل يسر، ده اكثر يعني ده اثر كثيرا في الحاله المزاجيه للمزارع وجعل هناك حاله من السعاده والفرحه بين المزارعين. طبعا محافظه المنيا من العين
عدوى شمالا زي ما قلت لحضراتكم، هنا ده المواس دي نوبل، يجري فيها اعمال تاهيل وتوطين الترع في كل مكان. العمل يجري على قدم وساق لتسليم تلك الترع في مواعيدها الزمنيه المحدده وكمان قبل المواعيد الزمنيه المحدده. شوفوا معايا حركه الميه وسيوله الميه في الترعه بعد اعمال التاهيل والشكل الجمالي اللي ادوا اعمال التاهيل والتبطين للترعه بعد تاهيلها وتبطينها. والترعه دي بتمر على اكثر من قريه، القرى اللي بتمر عليها يعني دي حاله يعني جعلت حاله من السعاده، كانك امامك منظر جمالي افضل كثيرا من الماضي. كمان الميه بتوصل للمزارعين. انا كنت معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بمحافظه المنيا، كنا على ترعه كوم الزهير، تلك الترعه اللي تم تاهيلها وتبطينها ضمن اعمال التاهيل والتبطين اللي تجري للترعه بمحافظه المنيا، ونقلنا لكم ووريناكم الصوره بشكلها الجمالي الجديد بعد التاهيل وتبطين الترعه.